ولتفاصيل الخبر ينضم إلينا الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر أرحمنا. أهلا بك سيد ناصر، يعني كم بلغ أعداد الموظفين في المناطق المعزولة وما مدى تأثر سير العمل جراء هذا التعطل؟ أشكرك زميلتي قاضية، والله يعطيك العافية ولمشاهدينا الكرام. حسب توجيهات معالي أمين عمان أوعز لنواب مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الخاصة بعزل وحظر بالحظر الشامل في منطقة أو جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة وفي محافظة الزرقاء ومخيم البقعة في محافظة البلقاء. طبعا احنا نسأل الله دائما وابدا السلامة والشفاء للجميع وان يحمي وطننا واهلنا وقائدنا من كل شر ووباء. بالنسبة لهذه العطلة هي او لهذا القرار، احنا نعتبره عطلة رسمية مدفوعة الاجر ولا تغيير او تأثر على رواتب الموظفين والعمال في هذه المناطق حسب المدة المحددة من قبل اللجنة الوزارية. كم هي المدة المحددة من قبل اللجنة الوزارية لعدم تأثر رواتب العمال؟ المدة المحددة الآن هي أسبوع، يمكن أن تمدد ويمكن أن لا تمدد. إحنا ملتزمين بهذه المدد اللي تصدر عن القرارات الحكومية أو عن اللجنة المختصة. يبدو أن الاتصال انقطع. شكرا لك الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر أرحمنا.